التعيين المفاجئ لإيلون ماسك كرئيس للجنة الكفاءة الحكومية من قبل الرئيس المنتخب دونالد ترامب يشير إلى تحول كبير في العلاقة بين قطاع الأعمال والحكومة، ويطرح تساؤلات حول مستقبل السياسة الأمريكية في ظل التأثير المتزايد للتكنولوجيا، ويفتح الباب لنقاشات حول دور التكنولوجيا وتأثيرها على السياسة الأمريكية. يسعى ترامب من خلال هذا التعيين إلى تحقيق تحول جذري في الإنفاق الحكومي عبر استراتيجيات تهدف إلى تقليص النفقات غير الضرورية، مع تحديد موعد نهائي لتحقيق هذه الأهداف بحلول 4 يوليو 2026، ذكرى استقلال الولايات المتحدة. إيلون ماسك المعروف بابتكاراته ونظرته غير التقليدية لم يكتفي بإعلان رغبته في تقليل النفقات الحكومية فحسب، بل قدم دعماً مالياً كبيراً لحملة ترامب. هذا الدور السياسي غير المعتاد لإيلون ماسك يثير تساؤلات حول تأثيره المحتمل في تشكيل سياسات تكنولوجية، خصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي. في ظل تزايد أهمية الذكاء الاصطناعي، يعبر إيلون ماسك عن قلقه من تطوير غير منضبط لهذه التقنية، داعياً إلى وضع معايير أمان صارمة، وهو قلق يشاطره عدد من الخبراء. دعمه لمشروع قانون SB 1047 في كاليفورنيا، والذي يطالب بإجراء اختبارات أمان للنماذج الكبيرة للذكاء الاصطناعي، يعكس رؤيته خاصة في ظل التحديات التي تواجه السلامة البشرية. ومع استمرار النقاش حول الذكاء الاصطناعي، تتصاعد التساؤلات حول كيفية موازنة الابتكار مع حماية البشر في ظل صراع بين مصالح اقتصادية ورؤى أخلاقية.